بينما تغرق البلاد بالمحاصصات وحروب البيانات بين القوى السياسية على وقع فراغ قاتل في الحكومة، تتفاقم الأزمات في الشوارع. هاي المدينة صارت مدينة يعني عم بيأكلها الفقر. فطوابير الناس أمام محطات الوقود ومحال الصيرفة والمصارف والمتاجر والأفران أصبحت شبه يومية. أفران ميتين، صار موطون على الخبز، عم موطون على البنزين وعلى المازوت. طيب ليش عم يصير فينا هاي؟ ليه هالشعب عم يموت؟ شفت لك شي واحد مسؤول انزل بالبنزين، انزل بالخبز، انزل بالكهرباء، انزل؟ ما كنا بهالمستوى ابدا، نزلونا لاخر مستوى. السلطة تذل شعبها، كلمة رائجة على ألسنة المواطنين في كل شارع. التجار يحتكرون البضاعة والدولة غائبة كليا عن المشهد، والأسعار تكاد تبلغ حد الانفجار. والله الزل وين ما تروح، بتروح على السوبر ماركت بتنزل، بتروح على الفرن بتنزل، بتجي إليك طلع هون قال السيارات عم تنزل لتعبي بعشرين ألف. يعني صرنا نحن بلد كيف بدي أقول لك، يعني عم ننزل وين ما نروح. ويقول خبراء إن المشاهد اليومية هذه تعتبر مؤشرا خطيرا لما قد تحمله من مضاعفات على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي. في كثير من الأمور الأساسية والحياتية رح يصير وضع أسوأ، خاصة إذا رحنا عن رفع دعم عن هذه المواد بطريقة غير منظمة، وهذا معناته في إذلال رح يزيد أكثر، العالم رح تتعذب أكثر لتحصل على أمور أساسية. عم نحكي عن الدواء، عم نحكي عن البنزين، عم نحكي حتى عن الخبز والأمور الأساسية الثانية. وفيما تعمد بعض الأحزاب إلى توزيع بطاقات إعاشة على مناصريها لإسكاتهم على حد قول معارضين، يغرق آخرون في فقر مدقع ويتخبطون بالسياسات الرسمية العشوائية. ارتفاع الأسعار وطوابير الانتظار، مشاهد تعكس هشاشة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فيما يتبادل المسؤولون الاتهامات غير آبهين بما آلت إليه أوضاع اللبنانيين، وكأنهم يعيشون في عالم آخر على حد وصف مراقبين. سلمان عندار، سكاي نيوز عربية، بيروت.